سيدنا ابو بكر في الجنه انا ده ده صحيح انت لا انت لا تفتئت ولا تكذب على الله لان الذي قال ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم اي وحي من الله عز وجل عمر في الجنه انا قلت سيدنا عمر في الجنه انا كده لا اكذب على الله ولا اتالى على يبقى الله هذا الحديث عمده في تعليم عدم جواز الحكم على معين الا بوحي الله 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 هذا باب. ما اقدرش احكم على واحد باسمه أيوة. انه من اهل الجنه او من اهل النار الا بوحي وحي قال الله يا قال رسول الله ما فيش وحي من الله ولا تستطيع ولو كنت شيخ الاسلام لا لا يجوز لك ذلك امال نحكم ازاي؟ مهما زي. عمل يا شيخ مهما عمل من ظاهر العمل يعني انا شفت واحد دلوقتي مات على كبيرة آه. كبيرة من الكبائر نعم مات وهو عق يعني هو عمال يشتم أمه لا سمح الله أو أبوه أو بيغلط فيهم ومات نعم ما أقول أشهد أنهم من أهل النار لا يجوز لأنه والديه لا يجوز نقول, يا نقول نقول العقل والديه يدخل النار إنما هذا الشخص لا أدري ربما يكون عمل عمل في السر أو ربما يكون عنده خلل عقلي في ساعتها كالمنتحر آه. المنتحر ما استطيعش اقول اقسم بهذا القران ان هذا الرجل الذي مات امامي اللي اسمه محمود اسماعيل سيد ابو الوفا محمد السيد فرغالي أوه. في النار لا استطيع انما اقول من انتحر فهو في النار من أوه. عق والديه فهو في النار من استنى عشان حته دقيقه من ترك الصلاه فهو في النار من أ أ أ أ سرق فهو طيب فينا. يا مولانا ما هو فلان ترك الصلاه ومات وهو ترك الصلاه ده اسمه معين والمعين اللي هو المحدد اللي أه. يشار اليه دون سواه أه. لا يقدر على تعيينه سوى الله ورسوله الله يفتح عليك علشان كده لازم نحذر يا جماعه الحكم على العام شيء والحكم على معين شيء اخر طب لما الاقي ناس ما تزعلش مني يعني ياخد طالع عامل فيديوهات كده على السوشيال ميديا على اليوتيوب نعم وطالع يكفر شخص بذاته يكفروا. اه يكفره تكفير بذاته آه. وشيخ فلان ده شيخ ايه ده كاف؟ كافر ده آه. فلان الفلاني ده كافر انا هقول لكم كافر ليه؟ انا هقول لكم كافر ليه؟ آه. لان ربنا قال ومن لم يحكم بما انزل فلكم وفلان الفلاني كاف اقول لكم وكده يجيب ايات ويسقطها على فلان ده اللي بيحكم على فلان الفلاني ايا كان فلان الفلاني آه. انه في النار او في الجنه حاجه من الاثنين لا ثالث لهما يا إما أنه مجرم يكذب على الله ورسوله وهذا حسابه عند الله شديد يا إما, يا إما أنه عبيط اه والله ما انت لما تحكم على تقول فلان منافق طب انت النفاق ده في القلب اه جبتها منين؟ ده انت لو شفته ما ما اعرفش ما تقدرش تحكم عليه اذا كان امراه بغي. طب اقدر اقول أنا امراه بغيه في الحديث أوه. في أوه. البخاري امراه دخلت الجنة. امراه بغي يعني سمعتها مش كويسه يعني الست بتفرط في شرفها أوه. وكل البلد عارفه انها بغي وراحت ساقت كلب دخلت ايه؟ الجنه، الحديث واضح اه وده ده ده, ده, ده اللفظ فيه لفظه لفظه شديده الوضوح في الحديث، أوه. الحديث كده قال مومسه والله أوه. العظيم في روايه كده في روايه كده طيب اذا كانت المراه بهذه الصفات الزفت يعني حاجه مش ممكن بعد كده ورغم كده فوجئنا في الحديث ان فلانه المعينه ديت انها فين؟ في في الجنه, في الجنة.